السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني الأعزاء، مرحبا بكم من جديد في هذا الجزء الذي سوف يكون سريع، الجزء الثاني من أجل تغليف قدورة بالجلد. كما ترون الآن أحاول تلبيس الجلد الذي كما ترون في الصورة الذي يجب علينا تلبيسه تدريجيا. كما ترون ندخل هذه الجهة قليلا لنمر إلى الجهة الأخرى وندخلها قليلا أيضا. أذكر أن الجزء الثالث من هذه السلسلة ستجدونه في لايف سابق، سوف أطرحه أيضا لأن هذا الفيديو قصير جدا. وإلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.